يبقى الحمد لله احنا استطعنا باش نتأهلوا للنهائي. كانت مباراة صعبة صعبة كثير، كانت مباراة مغلقة كنا كما زي كنا في الماتش تاع الدار البيضاء، ما كانش فرص كثيرة، كانت مباراة تكتيكية أكثر، وفي الأخير احتاج جانب البدني، فالترجيش جاب لنا هدف وكان عندهم فرص كبيرة في الشوط الثاني، حنا ما عندناش فرص كثير. دير لي الإبرة كاع كتيكون تجي تحسن الجزئيات ضربات الجزاء. بغيت نشير واحد الحاجة مهمة هو الروح الرياضية اللي كانت، فهذا شي حاجة كنت نفتخروا بها هنايا. بالنسبة ليا هنايا بالنسبة ليا سي ان كومبليمون بوغ فريق الترجي وجمهور شجع الفريق ديالو بعد التهنئة من الخصم لينا. فهذه المسائل اللي بغينا نصبوا بها ان شاء الله لقدام، وواخا الترجي عرض لك الترجي ونتمنى له ان شاء الله تسعيد. من السؤال الثاني رغم انه اليوم الترجي كان عنده فرص اكبر من الفريق تاع الوداد، يعني في المباراه ماشي نقول لك ان فريق الترجي كان يستاهل اكثر منا، بس حنا يمكن في الدار البيضاء كان عندنا اكبر حد نقدروا ننتصروا. واليوم الترجي كان زعما مزيان على المباراتين الاثنين، كان يمكن 50% 50%، ما نقدرش نقول لك انه كنا احسن لهم احسن، واليوم ما كنا ضربات الجزاء هذا. بالنسبه للسؤال الاول ديالك، انا مش مسؤول على اشنو غادي يتفهم داك الشيء اللي قلت، هذاك انا في 2019 ما كنتش هنايا، انا دائما الشخص اللي تركز على ايجابي وتركز على الوقت الحاضر. أنا نشوف الصورة اللي كاينة اللي تزاد اليوم صورة مزيانة، صورة مبشرة بالخير إن شاء الله، نبقاو فيها ونساو الماضي ونحاول إن شاء الله ناخذها في المستقبل. أنت شفتي المباراة بهذه الطريقة، نحترم الرأي ديالك، بس بالنسبة لنا هنايا حنا ديما لا سيما هنايا وكما تنقولوا في الفلسفة ديالي كيفاش بقيت الفريق ديالي، حنا ديما الغرض ديالنا هو أن البطولة ونقدم واحد العرض اللي هو مزيان، عملناها في الدار البيضاء. ولكن حنا ما نساوش انه لو نيفو سي لو ريزولتا امبورتون، ماشي نقول لك انه لو ريزولتا ارقام طيحوا وهذا، ولكن خاصك تسير المباراه. حنا ما عمرنا كنتعمدوا انه نعمل لنا فريق الوداد اكبر من هذا الشيء، ولكن حاولنا ندومينيو في الدار البيضاء توفقنا فيها، هنا ما كانش عندنا فرصه باش ندومينيو لان كان ترجي في الكره الى عندهم الكره اقوى، حاولنا نجيو المباراه. اذا كان هناك لاعب اللي طاح ولا هذا، حنا واحد عندنا دارس الانف ديالو، يعني ماشي زعما هذاك التمثيل ولا هذا، ما تهضرش على فاش حوايج اللي كذاب، ولكن المهم حنا ديما الغرض ديالنا انه نلعبوا كرات ونلعبوا باش مقتنع من واحد الناحيه، انا ما فهمتش شنو هذا الطريق، انا اللي بغيت ناكد ليه على الصديق اللي سالني نفس السؤال، هو ما كناش حنا متعمدين انه نعملوا ماشي جينا حنا لهنايا باش نديروا هذاك الكلوب، سي با سا، ولكن في المباراه تيصرا واحد المسائل. غير هو باش خاصنا نكونوا رياليست نكونوا واقعيين، إلا غادي يجي تلعب هنا حنا لاعبين ما نهضروش ما لاعبينش مع فرقة صغيرة، صافي ندير حنايا ليدونتيتي ديالي هو دوميني، بغينا ندوميني درناها في كازابلانكا في الدار البيضاء، ولكن هنايا الفريق الترجي كان أقوى في المباراة، يعني كما تنقولوا خاصك تكونترول المباراة، بس حنا ماشي كنا متعمدين هذا، ولكن كرة القدم مرة مرة نقول نقدر نقول لك خاصك تاخذ الأنفاس ديالك، لا تضمن انه المباراه اليوم كانت مباراه تكتيكيه، كانت مباراه مغلقه، كاينين هذه المباريات لكن ما يمكنش ديما تلعب تكون مباراه مفتوحه، مباراه مشات في هذا المسار اللي تشير لي انه على مباراتين كان 50% 50%، وصلت على هنا في ضربات الجزاء ننتصروا. Normalement, au premier mi-temps, on a essayé de rester dans le match et de ne pas prendre beaucoup de risques, mais le bon moment de faire la pression, on le fait. Mais deuxième mi-temps, on n'oublie pas que cette tournoi, c'est incroyable, la fatigue, et ça vient aussi tous les joueurs de nous et de Targi, c'est très, 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 très difficile. Alors, si tu sais, si tu reçois un but, c'est fini. Alors, ils ont marqué un but. Et si on était près du deuxième but, alors on voulait aussi marquer, mais il faut qu'on reste. Ce n'est pas qu'on cherche les pénalties,
فوق بار كونتر دو ريسك فوق مانجمنت سي سا كون افي او دوزيام ميتو لا فان اون اسي دو مونتي ان تي بو بيتيت فور ماركي اي لا با دو فريشور alors je sais donc marché je crois que Gilles a fait aussi la même chose les années 5000 le fait que l'entraîneur change de gardien et change elle ça veut dire qu'il a vu que les fanatiques aussi c'est un bon une bonne solution et je dis pas qu'on avait parce qu'on avait de la chance mais c'est bon. Dernière question. We win in Casablanca 1-0. Okay, we come here to play. Okay, to press also because we know if we go only defend 90 minutes, we're gonna get a goal. Okay. In the first half we managed the game, but second half you know the players are tired, space get bigger, and so the players of Tarashi get more space and one chance is one goal. That's a plan, but our plan was to play, to press our identity. But sometimes it's difficult because you play outside, you have also against you a big team with a good players. So 1-1 about two games is okay and we win with the match. We're happy.